السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مارسون مصر، إن شاء الله هنبدأ كده نتدرب على إن احنا نحول كل المباني في مصر لـ 3D. طيب ده المشروع، هسيب لكم الرابط أسفل الفيديو. تعمل حساب بتاعك على تاسكينج مانجر، تمام، وأقول له كونتريبيوت إن أنا عايز أشارك. فهو هنا شرح فيديو بالتفصيل إزاي تقدر إن أنت تشارك، تمام. وهنا دي الاماكن الصفراء دي اللي هي جاهزه ان انت تشارك فيها، فبتختار نقطه معينه انت عايز تشارك فيها. دي ريدي فور فاليديشن، حد عملها او حد قال ان ما فيهاش شغل، فدي لازم حد بيعملها فاليديشن، حد يكون في الاداره وهكذا. فينشت اللي هي تاخد اللون الاخضر. هقول له ماب سيلكتد تاسك. هنا بيقول هل التاسك دي خلصانه مش خلصانه وهكذا، الصوره فيها مشاكل. طيب هبدا اعمل زوم عشان اشوف المباني اللي موجوده. عندي حاجات كتيره ممكن اشتغل بيها، بوينت ممكن احدد نقطه معينه، تمام. كل واحده من دول بيديني اختيارات، هل النقطه دي مثلا موقف الباص مثلا، لاين ده طريق اريا، فأسلم أقول له إريا وأبدأ أحدد الحدود بتاعة المبنى بالشكل دوت. وبدوس مرتين عشان أخرج من الأمر، وأقدر أعمل سيلكت وأقول له خليها لي على هيئة سكوير بالشكل دوت. طيب هنا بيسألني بقى الإريا دي نوعها إيه؟ المفروض بقى في اختيارات كتيرة، بس إحنا خليناها بيلدينج، بس عايزين نركز على المباني. لو انت عارف اسم العمارة دي هتكتب اسم العمارة. البيلدينج يس، اوكي. كام دور؟ هي اعتقد 5 ادوار. وطبعا كارتا فيو بيفيدني ان يبقى في صور اقدر اعرف منها معلومات اكتر. الارتفاع بتاعها تقريبا 16 متر مثلا. هنا المدينة، مدينة العاشر من رمضان. الشارع تبقى بتشوف هي على الشارع دوت ولا على الشارع ده، انا واحد فيهم الاساسي، تمام. لو في تاج، لو في ريليشن شيب، لو عايز تضيف اي معلومات تقدر تضيفها. بعد ما بتخلص تخلص كذا مبنى، تمام، هتقول له ان انا عايز اسيف، هيقدر يعمل لها ابلود. ممكن تقول له انا عايز حد يراجع على الشغل بتاعي وده افضل، تمام. هتقول له ابلود، وده الشينج كومنت، هو بيبدا يحط كومنت. لو انت عايز تزود تقدر تزود هاشتاج، لو انت عايز تزود اي هاشتاج. طيب هل احنا خلصنا الخريطة؟ لا لسه مخلصناش. فبقول له سبميت تاسك، فخلاص بتتبعت عشان تترجع. الموضوع بسيط، لو كل واحد خد يعني قطاع واشتغل عليه مثلا ساعة ساعتين، هنقدر يعني نعمل مثلا مدينة العاشر من رمضان كلها، وبعد كده ندخل على أماكن تانية. وإن شاء الله هسيب لكم روابط تشاركوا معانا في الموضوع ده، إن شاء الله إن احنا نرسم خريطة السوبر بسيط الأبعاد لمصر.